السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المحترفين الخضر والمهددين بالغياب عن بداية التربص، يعني ما هيش على الجزائر، هيش على المنتخب الوطني الجزائري، باش يكون في عندكم شي لعابة على الجزائر. كاين بعض اللعابه، كاين بعض اللعابه اللي غادي يلتحقوا مباشره من فرنسا. هو كلام راه يدور، كلام راه يدور، يعني وين تضغط الانديه الاوروبيه على الفيفا من اجل تاخير التحاق لاعبيها الافارقه بتربصات منتخباتهم تحسب للكان، ما يجعل نجوم الخضر مهددين بالغياب مع بدايه المعسكر التحضيري الذي سيقام في الدوحه في قطر. حنا معيش على الجزائر برك باش يكون على بالكم، حنا نتكلموا على روحنا، حنا ما يهمناش نحوس على روحي. وجاء الضغط هذه المره من طرف منتدى الدوريات العالميه الذي ارسل خطاب للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، يقول فيها انه لن يسمح للاعبين بترك انديتهم للمشاركه في كاس افريقيا حتى الثالث من جونفي المقبل. باين عطيكم، شوف تبعت واحد المنشور تاع صحفي سمير عمامره، يعني انسان يعرف كرة قدم، يعرف قوانين، على بالك بلي لو كان اللاعب يشكي بالنادي بلي راهم يضغطوا عليه، يشكي بالنادي بلي ضغطوا عليه وما خلاوش يجي وهدوه في المكان تاعو ولا في الصالير تاعو ولا هدوه، داروا تهديدات، عبال بلي الاتحاديه محسوب. حنايا نقولوا محرز ولا نقولوا مثال، نقولوا محرز ولا نقولوا اي لاعب عطال ولا نقولوا بالرحمه ولا بغداد بونجح ولا اي نادي، وين يضغط على اللعاب الصالير تاعو ولا يهدوه بالمكانة تاعو ولا بالطرد ولا خلق له مشاكل ويشكي للاتحادية، الاتحادية مثال الاتحادية الجزائرية تراسل للفيفا. على بالك بلي نقعدو شهر، نقعدو 45 يوم، اللعاب هذاك 45 يوم ما يلعبش ويزيد يعاقبو النادي ب 3 ملايين اورو، على يخافو، على يخافو، على يخافو، يخافوش باطل، خافوا على الدراهم 3 ملايين اورو ويزيدوا، مالغري اللاعب هذاك يولي معاقب كو يلعب الماتش، نقولوا لادفيرسير اللي يلعب ذاك النادي ويلعبوا الزوار هذاك اللي يكون معاقبته تما الفيفا تحبسه ما يلعبش الشهر، ليكيب تاعو تقعد الشهر، تقعد 45 يوم، 45 يوم ما يلعبش، لو كان يلعب لادفيرسير يدي له الماتش. تبعت سمير عماري عمار سمير عمامره هو اللي هدرها، سمير عماري هو اللي هدرها. وجاء الضغط هذه المرة من طرف منتدى الدوريات العالمية الذي أرسل خطاب للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، يقول فيها إنه لن يسمح للاعبين بترك أنديتهم للمشاركة في كأس إفريقيا حتى الثالث من جونفي المقبل. يعني وين مشكلة؟ هذه مشكلة، مشكلة هي كل مدرب يريد انطلاق التربص بتعدد مكتمل، هذه كل مدرب يبحث على كما نقولوا احنا التربص يكون مكتمل، وتجبر قواعد الفيفا الأندية على ترك لاعبيها للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بحلول 27 ديسمبر الجاري قبل 13 يوم من انطلاق أمم إفريقيا بالكاميرون. وجاء في رسالة منتدى الدولي الدوريات الدولي الدوريات العالمية الذي يمثل أكثر من 40 مسابقة للدوري المحترفين من أجل تخفيف من تأثير قرارات على كأس الأمم الإفريقية، وستبدأ مغادرة لاعبين في يوم 3 جونفي بالنسبة للأندية واللاعبين المرتبطين بالمباريات قبل هذا التاريخ. وأضاف المنتدى في رسالته للاتحاد الدولي لكرة القدم، سنعتبر أي عقوبة يفرضها الفيفا على الأندية باطلة. وين يريدون هما الضغط، يعني يريدون الضغط برك من أجل الضغط وصيد، وين يريدون إفشال، يعني المهم
وين ايتو وين فاز على اوروبا، نقول باللي ايتو فاز على اوروبا، وانا واحد من الناس ماذا بيا يعني كره القدم الافريقيه يقلبوها لاعبين دي زونسي جوار محترفين تاع الجيل من 1990 وارواح لهنا، يعني اللي يعرفوا الخبايا كرة القدم الإفريقية يعرفوها الجيل كمثال أمثال إيتو أمثال لاعبين نقولوا بلي تصفاوت، نقولوا كاين لاعبين اللي يعرفوا العنصرية تاع الأوروبيين، يعني إيتو وين هدر هدرة اللي كانت في قلوبنا أنا كجزائري كان في قلبي، علاش أوروبا نظمت كأس أوروبا تاعها بمدرجات ممتلئة فماك المرض راح كملت المرض ولا علاش اوروبا قبلت باللي كاس العالم اول مره في تاريخ تاع كاس العالم قبلت يتلعب في الشتاء، وعلاش من جات المنتخب من جات افريقيا قال لك مرض وقال لك باللي يا ودي يعني اللعابه تاعنا وصوالحنا ومنا، احنا الحمد لله يا ربي كاين رجال خرج رجل واحد كيما ايتو ونتمنى له باش يدي رئيس الاتحاد الافريقي، نتمنى له باش يروح يمثل الجهاز هاك تشوف هادو الناس كيفاش يروح يفوتو عليه ويروح للفيفا يعني يمثل احسن تمثيل يجيب لك حقك يجيب حق افريقيا، واذا كان رئيس اتحاد افريقي يجيب حق افريقيا ثاني يجيب حق ما تخافش منه، هاك تشوف وحده وين رد الاعتبار لإفريقيا جاء في وقت المناسب، عرفتو حنايا دايرين كي البغال يفوتو ضد إفريقيا داير كي البغال هذاك لقجع هذاك أبو ريد هذاك البغال تاع بوركينا فاسو بغال عيب حمير، بالنسبة لي نعتبركم بغال يسوقوكم يا حاجة أنا بداري نجي كونتر حاجة على نجي كونتر ولادي كيفاش انت مفوتين عليك فوطاو عليكم يعني فوطاو عليكم افريقيا باش تمثلوهم تروحوا تفوطوا كونتر عليهم ايه مكاش هذي ايه تبهدي لهذي، وجاء الضغط هذي وين نقول وجاءت هذي الرسالة بالمنتدى الدوريات العالمية الذي يمثل اكثر من 40 مسابقة في الدوريات المحترفين من اجل تخفيف من تأثير قرارات على كأس امم افريقيا، وستبدأ مغادرة لاعبين يوم 3 جونفي بالنسبة للأندية واللاعبين المرتبطين بمباريات قبل هذا التاريخ. وأضاف المنتدى في رسالته للاتحاد الدولي كرة القدم ستعتبر أي عقوبة يفرضها الفيفا على الأندية باطلة، وين سوف يشرع نتكلموا على روحنا وين سوف يشرع المنتخب الوطني بداية من 2 في تربص تحضيري في قطر تحسبا لنهائيات كأس أمم إفريقيا، وفي حال وصلت الأندية الأوروبية تعنتها فإن عدد من لاعبين الخوض سيكونون مهددين بغيابات عن 5 أيام الأولى من التربص، يعني هنا ما نقولوش كي احنا وحدنا، احنا نهضروا كي نهضروا على اللعابة الأفارقة الكل بصح نهضر على بلادي، وهذه غادي ما نشوفهاش غادي ما تصراش، يعني نشوف بلي لعابة غادي كيما محرز وكلش اسلام سليماني بن كيسمو بن ناصر ادم الوناس، المهم غادي يجو في الوقت غادي يجو في الوقت كاع ما يجيش الاثنين الثلاثة يكون هنايا يكونوا في الدوحة غادي يكونوا في الدوحة، على هذيك نقولوا بلي ودي اليوم اللاعبين دروك بقات عند اللعابة رغم ان اللعابه تحداو الصعاب يعني اللعابه الافارقه وين يتحدون الصعاب وهما مشكورين كل اللاعبين الافارقه اللي تحدوا باش يلعبوا كاس افريقيا، هذه هي الوقفه اللي نتمنوا لكم النجاحات في اوروبا، خاطر على اوروبا بلا لاعبين افارقه ما كاش، يعني شوف ارسنال فيها 5 شوف بزاف لعابه تشوف نتايا كيسموها ليفربول فيها 3 تشوف السيتي وين غوارديولا وين راهي باحرت له لو كان يتب ليساله لعاب برك ولا النيفو تاع لعاب تبلي يعني وين تشوف تاثير تاع محرز في ليكيب تاعه تشوف استعرف وحده غوارديولا اصلا استعرف بالتاثير تاع محرز تشوف كيفاش نتوما هما اصحاب تشينيكيتو هذه ما تهضروهاش
خاص ما تساعدكمش، خاصكم تكذبوا على الشعب. ما تساعدكمش باللي غوارديولا يعني يعترف بتأثير محرز في ليكيب، ما تهضروهاش هذه، هذه انتم ما تساعدكمش.